صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كانت المزارع تبلغ نصابا، فإذا طرحنا الثلث كما في الحديث نقص النصاب، فهل تسقط الزكاة؟ ما الحديث ما حدد بالثلث على كل حال، يعني يترك لصاحب الزرع قدر ما يستهلك هو وأولاده من الزرع أو من الثمر بدون تحديد. وصح أنه ورد ما بين الثلث إلى كذا، ولكن الزكاة ما تسقط، الزكاة لا تسقط. ثم إن الخرص ما هو تحديد، الخرص إنما هو تخمين أو تحديد، فربما أنه إذا كيل أو وزن يزيد عن الخرص. الخرص ما هو تحديد، يعني تحديد مؤكد، إنما هو تخمين. نعم.